خلال اجتماعه بعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الهندسية، السيسي يستعرض آخر تطورات العمل في العاصمة الإدارية ويوجه بربط المدن الجديدة بشبكة الطرق القومية. تعقيبا على الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مصر تؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتدعو لاحترام مبادئ حسن الجوار. وفي كلمته خلال المؤتمر الأمني العام الأول، المشير حفتر يؤكد أن القوات المسلحة الليبية بدأت معركة جديدة قائمة على تأمين المواطن والدولة ومؤسساتها. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بك لبنى، وأهلا بكم مشاهدينا ونشرة الأخبار. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والبترول والري، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. اطلع السيسي خلال الاجتماع على سير العمل في توصيل شبكات المرافق المختلفة إلى العاصمة الإدارية. وفي هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتوصيل المرافق بشكل مستدام وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية بالمدن الجديدة الأخرى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية مراعاة توصيل تلك المدن بشبكة الطرق القومية وتوفير مواصلات النقل الجماعي لساكنيها، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء 2 لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأشاد القائد العام بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء 2، والتي تنفذها وحدات من قوات الدفاع الجوي، وتأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها. شارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات للتصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية المتوسطة وقصيرة المدى، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية. وفي نهاية الرماية نقل الفريق أول صدقي صبحي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته. وأشاد القائد العام بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، مؤكدا أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة. حضر البيان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كل عام معانقو السماء بخير. تحتفل القوات الجوية اليوم بعيد الذي يوافق الذكرى 44 لمعركة المنصورة الجوية التي عرفت بمقبرة الطائرات الإسرائيلية. ففي مثل هذا اليوم من عام 1973 تمكنت الطائرات المصرية من طراز ميج من التصدي للطائرات الإسرائيلية الحديثة من طراز فانتوم وسكاي هوك قبل استهداف قاعدة المنصورة الجوية. قام طيارو القوات الجوية بمناورة فريدة من نوعها للتحليق المنخفض، ما أسهم في خداع طائرات العدو وإسقاط أكثر من 27 طائرة منها. وقد اتخذت القوات الجوية من هذا اليوم عيدا لها. والآن نستعرض مع حضراتكم مع الزميل محمد ترك أبرز ما دار في معركة المنصورة متجسدا بتقنية ثلاثية الأبعاد. أهلا بكم. مع تطوير الهجوم في 14 من أكتوبر وتقدم القوات المدرعة المصرية في سيناء تحت غطاء من المقاتلات والقاذفات المصرية، أدرك العدو أن أمله الوحيد هو تحييد دور القوات الجوية المصرية واستعادة السيادة الجوية التي كان يتمتع بها فيما سبق. في تمام 3:15 من ظهر 14 من أكتوبر رصدت مواقع المراقبة المصرية على سواحل الدلتا اقتراب 20 طائرة إسرائيلية من طراز فانتوم فوق البحر المتوسط باتجاه بورسعيد والدلتا، وعلى الفور أمرت القيادة المصرية بانطلاق 16 طائرة من طراز ميج 21 لكن دون الاشتباك مع الطائرات الإسرائيلية لإدراك القيادة المصرية تكتيكات القتال الجوي للعدو بالعمل على إغراء المقاتلات المصرية المدافعة لإبعادها عن الأهداف المكلفة بحمايتها ثم نصب الكمائن الجوية لها، في حين تقوم طائرات الهجوم الأرضي بقصف الدفاعات الأرضية وضرب الرادارات، إلا أنها انسحبت بعد فشلها في استدراج المقاتلات المصرية إلى الكمين الجوي فوق البحر المتوسط. في تمام 3:30 أبلغت قيادة قوات الدفاع الجوي المصري باقتراب نحو 160 طائرة إسرائيلية باتجاه الدلتا تستهدف القاعدة الجوية في المنصورة صاحبة المجهود الرئيس في عمليات الإسناد والدعم الجوي للقوات المصرية في سيناء، هذا إضافة إلى القواعد في طنطا والصالحية، فانطلقت 46 مقاتلة مصرية للتصدي لها لتدور المواجهة فوق سماء الدلتا بين 160 طائرة فانتوم وسكاي هوك إسرائيلية في مواجهة 62 مقاتلة ميج 21 مصرية. تتفوق الفانتوم الأمريكية بمدى عمليات يبلغ 3 أضعاف الميج الروسية، إضافة إلى رادار يفوق نظيره الروسي 4 مرات في المدى وحمولة أكبر من الصواريخ جو جو. وفي ظل هذا التفوق الكمي والنوعي قد تبدو المعركة محسومة قبل أن تبدأ، لكن نسور القوات الجوية المصرية كان لهم رأي آخر. بعد معركة طاحنة هي الأطول في تاريخ معارك القتال الجوي المتلاحم حيث استمرت 53 دقيقة أسقطت المقاتلات المصرية خلالها 17 طائرة من طائرات العدو وتم صد الهجوم ولم تصب أي من القواعد الجوية في الدلتا بأذى، في حين فقدت قواتنا الجوية 6 طائرات 2 منهم فقط بنيران العدو، 1 اصطدمت بحطام طائرة إسرائيلية بعد تدميرها في الجو، و3 طائرات تحطمت لنفاد الوقود بسبب طول فترة القتال
والتي كسر فيها أبطال القوات الجوية المصرية الرقم القياسي للهبوط للتزود بالوقود والعودة للقتال مرة أخرى، حيث قامت المقاتلات بالهبوط والإقلاع من 3 إلى 5 مرات خلال المعركة. بعد معركة المنصورة أصبح 14 أكتوبر هو عيد القوات الجوية، هو اليوم الذي أظهر فيه التيار المصري كفاءة وعزما وفدائية منقطعة النظير، والذي تجلى فيه قول المولى عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش. وقال المتحدث العسكري إن الإرهابيين كانوا يرتدون زي القوات المسلحة ومزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية. وأضاف أنه وفور رصدهم أثناء محاولة التسلل تم استهدافهم، ما أسفر عن مقتلهم نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة. في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به، استجابت وزارة الداخلية لصرخات طفل يعاني من عيب خلقي مركب بالقلب، ووجه وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بتحمل نفقات العملية الجراحية بعد الاتفاق مع طبيب إيطالي الجنسية. استغاثة أطلقها والد الطفل آدم والبالغ من العمر 6 سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ نجله الذي يعاني من عيب خلقي مركب في القلب ويحتاج لإجراء عملية جراحية ب190,000 جنيه لا يملك منها شيئا. ومن لبى الاستغاثة هي وزارة الداخلية، حيث وجه السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بمتابعة الحالة، وهذا ما حدث، حيث خضع الطفل للفحوصات بمستشفى الشرطة. آدم من أول ما اتولد وهو يعني من أول يوم احنا عارفين ان هو عنده مشاكل في القلب، حاولنا كتير ولفينا كتير قوي علشان خاطر ان احنا نقدر نعمل أي حاجة تساعد ان هو يحل المشكلة اللي عنده، لغاية ما عرفنا ان كان في خبير إيطالي بيجي هنا في المستشفى بتاعت الشرطة في العجوزة هنا، عرضنا عليه من أكتر من سنة تقريبا وكنا متابعين معاه، بس موضوع يعني مسألة مصاريف العملية هي دي اللي كانت حاجة صعبة جدا، هي اللي كانت العائق قدامنا. فناشدنا سيد وزير الداخلية، بعتنا له جواب ان هو يقدر لو يقدر يساعدنا، واتفاجئنا ان بفضل ربنا عز وجل الحمد لله ان هو وافق ان ادم ان شاء الله باذن الله يتعالج على حسابه هو يعني حسب الوزاره الشخصي، واتفاجئنا ان هو بيتصل بينا وبيطلب مننا ان احنا نروح للمستشفى وان الجواب جاهز خلاص، الشيك جاهز لاداره المستشفى ان بعلاج مصاريف ادم كلها بالكامل على حساب الوزاره يعني. بعد المتابعة والفحص قررت وزارة الداخلية أن تتحمل التكاليف كاملة وأن تجري العملية بمستشفى الشرطة وبالاتفاق مع خبير إيطالي متخصص في هذا النوع من الجراحات لتضفي البسمة على وجه الطفل ووالده بعد إتمامها بنجاح، وكأن الطفل يولد من جديد. تم عمل العملية لإصلاح العيب المعقد ده، والحمد لله خرج من الرعاية دلوقتي، قاعد معنا في الدور وتعافى، بنعده للخروج بإذن الله في المستشفى في خلال ساعات بإذن الله. فعلا انا مش بقول الكلام ده وخلاص، هو اطقم الرعايه كلها بالكامل، اطقم التمريض، الدكاتره والمستشفى، وكان كل الناس يعني يكاد يكونوا مسخرين عشان خاطر خدمه ادم، وكان اللي بيطلبوا ادم الحمد لله كان بيبقى موجود. هذه المبادره العمليه وما سبقها من مبادرات انسانيه لوزاره الداخليه لها اثر ايجابي في توطيد العلاقه بين جهاز الشرطه والمواطن، وبما يرسم صوره ذهنيه ايجابيه عن جهاز الشرطه. وصلت الحملة الشعبية علشان تبنيها التي تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، وصلت فعاليتها عبر جمع توقيعات من المصريين لتأكيد دعم الرئيس للنهوض بالبلاد وحصاد مسيرة التنمية التي بدأها. وعقدت الحملة مؤتمرات تحضيرية الأولى في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث شارك مؤيد الرئيس في جمع توقيعات وملء الاستمارة لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018. تناول المؤتمر أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات، كما وصلت الحملة جمع توقيعات المواطنين في مختلف المحافظات. أصداء واسعة رافقت حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان تبنيها في المحافظات وفي القاهرة أيضا، حيث وقع عضو اتحاد الكرة المصري ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق مجدي عبد الغني على استمارة حملة علشان تبنيها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. ومن نجوم كرة القدم أيضا وقع باسم مرسي لاعب نادي الزمالك، كما وقع الكابتن طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك، كما وقعت الفنانة وفاء عامر على الاستمارة معلنة دعمها للحملة،
ومن نجوم الفن أيضا الذين وقعوا على الاستمارة جاء الفنان أكرم حسني الشهير بشخصية أبو حفيظة، كما وقع النجم حسين فهمي، ووقعت الفنانة سوسن بدر، كما وقعت الفنانة سميرة محسن على استمارة دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، كما وقع على الاستمارة الفنان القدير حسن يوسف، ووقعت أيضا الفنانة أميرة فتحي على الاستمارة دعما لترشح الرئيس السيسي لرئاسة ثانية، وشاركت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في الحملة مؤكدة دعمها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية. أما الإعلاميين، وقع الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن على الاستمارة، كما وقعت الإعلامية أسماء مصطفى على استمارة الحملة وسط تأكيدات على ضرورة استكمال ما أحدثه الرئيس السيسي من تحولات كبرى على عدد من الأصعدة. كما جاء الفنان والإعلامي عمرو رمزي من ضمن الداعمين للحملة. إذن مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة وتتابعون معنا بعد قليل. الحكومة السورية تطالب تركيا بسحب قوتها من إدلب وتعتبر التدخل التركي عدوانا سافر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ونولي تقديم الأخبار، حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانا تعقيبا على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه سياسات إيران التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة الذي يؤثر بدوره على الأمن القومي المصري. وجددت مصر التأكيد على موقفها الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وفي الجارة ليبيا، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيطرة قواته على 1,700,000 كيلومتر مربع من الأراضي الليبية، فيما تتبقى مساحة 30,000 كيلومتر مربع فقط خارج سيطرة الجيش. جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الأمني العام الأول الذي عقده الجيش الليبي بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي لبحث تطوير آليات العمل داخل أسلحة الجيش والأجهزة الأمنية. ومهما تطورت تقنياتهم ومهما بلغت درجة تحصنهم فلا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب. المعركة لم تنتهي بعد. أجراس الإنذار تدق داخل كل الأجهزة الأمنية الليبية خلال انعقاد المؤتمر الأمني العام الأول بحضور المشير خليفة حفتر وقيادات القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية، بهدف وضع الأمور الأمنية في نصابها ومواجهة كافة المحاولات التي تسعى لتفكيك الجيش الليبي بعد تحرير ما يقرب من 80% من مساحة الدولة الليبية والقضاء على سيطرة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية. وعلينا أيضا أن ندرك المتطلبات الرئيسية للعمل الأمني المعاصر وأن نفتح قنوات للاتصال المباشر بالمجتمع وأن نغرس في ذهنه المفاهيم الأمنية بما يدعم أوجه التعاون والشراكة بينه وبين أجهزة الأمن ويشكل صورة إيجابية عنها بديلة عن تلك الصورة التقليدية العقيمة بأن أجهزة الأمن هي عصاة النظام للقمع والقهر والاستبداد. التحديات الأمنية التي تواجه الدولة الليبية ما زالت على درجة كبيرة من التعقيد مع انتشار السلاح وعصابات التهريب وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعي إلى وضع خطة لمواجهة تلك التحديات. إن الاستراتيجية الأمنية تفرض بعد مرحلة التحرير والقضاء على الإرهاب أن نفكر في كيفية وضع الخطط الأمنية لتحقيق السيطرة على أقليم الدولة والحد من الجرائم الاجتماعية والجريمة المنظمة، بالإضافة للمحافظة على الهوية وضمان أمن الحدود والمحافظة على الاقتصاد الوطني. خرج المؤتمر الأمني الأول ب 29 توصية في الختام، منها ما يعيد تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وضم المتطوعين للقوات المسلحة الليبية وحماية الحدود، ومنها ما يؤكد على مساندة الهيئات القضائية وتوفير الحماية لها، والرفض التام للمقترح الأوروبي بإقامة معسكرات لتوطين اللاجئين في ليبيا وتوفير الأمن للمواطن الليبي بما يضمن احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته. بكر شراوي،
بنغازي All Life. عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان السلامة اجتماعين منفصلين مع وفدي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وذلك تمهيدا لبدء محادثات تعديل اتفاق الصخيرات. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحادثات في تونس غدا برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وأزمتها السياسية والاقتصادية الخطيرة. ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة 8 من اتفاق الصخيرات، والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة. أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش ينشط أعضاؤها في مدن فاس ومكناس وخريبكا والدار البيضاء ومناطق أخرى. وقامت السلطات بعملية أمنية أسفرت عن توقيف 11 شخص. وذكرت الداخلية المغربية أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة. وتمكنت الشرطة المغربية من اعتقال العقل المدبر للشبكات الإرهابية وأحد شركائه، كما تم التحفظ على أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع، إضافة إلى سترتين لإعداد أحزمة ناسفة. كشف الشيخ عبد الله علي آل ثاني عن تجميد النظام القطري لجميع حساباته البنكية، وعلق عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: أشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله. وناشد آل ثاني النظام القطري بطرد من أسماهم بصياد الفرص وأصدقاء المصالح، متمنيا أن تعود قطر إلى محيطها الخليجي وأهلها الغيورين. قصفت قوات الجيش السوري بالقذائف والمدفعية مواقع لتنظيم داعش بمنطقة الحجر الأسود، مستهدفة بذلك عناصر التنظيم الإرهابي. يأتي هذا بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمقر المخابرات العامة المصرية لليوم الثالث على التوالي، وتضمن فصائل كل من جيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس برعاية جمهورية مصر العربية وبضمانة من جانب جمهورية روسيا الاتحادية. تضمن اتفاق القاهرة استمرار فتح المعابر في جنوب العاصمة السورية دمشق ضمانا لدخول المساعدات الإنسانية والتشديد على رفض التهجير القسري لسكان هذه المنطقة. وما زلنا في الشأن السوري، حيث أعلن التحالف الدولي أن قافلة من مسلح تنظيم داعش الإرهابي ستغادر مدينة الرقة السورية بموجب ترتيب توسط فيه مسؤولون محليون، لافتا إلى أن الهدف من تحرك القافلة تقليل الخسائر بين المدنيين لأقل قدر ممكن. وشدد التحالف على أنه لن يسمح بأي ترتيب يتيح لمسلح داعش الفرار من الرقة دون قصاص. يوم بعد يوم تتساقط أوراق تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، حتى بات هروب واستسلام عناصر التنظيم الإرهابي السمة الأبرز خلال الآونة الأخيرة. فبحسب مصادر ميدانية سورية، خرج المتشددون السوريون في صفوف تنظيم داعش من مدينة الرقة خلال الأيام الخمسة الماضية، وبلغ عددهم نحو 200، بينما يتم التحضير لإخراج العناصر الأجنبية. وأوضحت المصادر أن استسلام عناصر التنظيم الإرهابي جاء نتيجة التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف وداعش من طرف آخر. وفي الأثناء توقعت القوات الكردية في سوريا استعادة السيطرة على مدينة الرقة خلال ساعات، بعدما سيطرت ميليشيات سوريا الديمقراطية على نحو 90% من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من جهته أعلن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سيقبل باستسلام عناصر داعش في الرقة، ولكنه نوه إلى أن العناصر الأكثر تعصبا قد ترفض الاستسلام وسوف يقاتلون حتى النهاية. توقعات ماتيس رفقتها توقعات الكونل رايان جالون المتحدث باسم التحالف، والذي أوضح أن القتال ضد داعش ربما يكون صعبا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد توقيت لموعد إلحاق الهزيمة التامة بداعش في الرقة. موجودين بحيث النهضة، حين النهضة هذا مكان استراتيجي كان داعش، أكثر مراكز داعش موجودة بحي النهضة مثل مكان القيادة العليا لداعش،
أو مراكز أرزاق ذخيرة يعني مستودعات يعني تقريبا كامل موجودة بحي النهضة. خروج مقاتل التنظيم الإرهابي من مدينة الرقة يتيح فرصة لنجاة نحو 4000 مدني من العالقين، كما يعيد استسلام داعش الحياة إلى تلك المدينة التي لوثها التنظيم الإرهابي بيديه الآثمتين. تحظى مدينة الرقة بنصيب وافر من اهتمام داعش لمكانتها الجغرافية وثرواتها الزراعية والنفطية، ومنذ بداية معركة في سوريا يسعى التنظيم للسيطرة عليها، لكن مساعيه باءت بالفشل. طالبت الحكومة السورية تركيا بسحب قواتها التي أدخلتها إلى محافظة إدلب شمال شرقي البلاد، معتبرة أن التدخل التركي عدوان سافر على الأراضي السورية، والذي يأتي في الوقت الذي استعاد فيه الجيش السوري السيطرة على مدينة الميادين، أحد آخر أبرز معاقل تنظيم داعش في البلاد. عدوان سافر، هكذا وصفت الحكومة السورية التدخل العسكري التركي في أراضيها، مطالبة أنقرة بإخراج قواتها فورا بدون شرط أو قيد، التي أدخلتها إلى محافظة إدلب في شمال غربي البلاد تحت جنح الليل، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش السوري التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالبلاد، وسط إحراز تقدم كبير على الأرض يبشر بدحر قريب للإرهاب. دمشق اعتبرت دخول مركبة عسكرية تركية إلى شمال غرب سوريا من خلال معبر باب الهوى في وقت متأخر يوم الخميس الماضي يعد انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية، مدينة هذا التوغل والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية. أما تركيا التي اعتادت الاعتداء على الأراضي السورية مستغلة مواجهة الجيش السوري للجماعة الإرهابية، بررت توغلها بأنه تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي مع روسيا وإيران في كازاخستان للحد من القتال بين فصائل المعارضة. لكن بيان الخارجية السورية قال إن هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا، بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها. وعلى الصعيد الميداني، استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة الميادين القريبة من الحدود العراقية في محافظة دير الزور بشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، الذي اتخذها في الأسابيع الماضية مقرا رئيسيا له بعد الهجوم الذي شنه التحالف الدولي على معقل التنظيم في مدينة الرقة. أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين وألقت القبض على 63 منهم حتى الآن. تأتي تلك الإجراءات في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة التمرد الفاشل في العام الماضي، تم على أثر اعتقال أكثر من 50,000 شخص، بينما أقيل 150,000 شخص أو أوقفوا عن العمل في الجيش والقطاعين العام والخاص. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها بشأن الحملة التركية التي تستهدف قمع المعارضة. دابت السياسة التركية التودد لأوروبا في سبيل نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس التركي غير نهجه بعد فشل مساعيه، فقام بالتهديد ثم نشر مجموعاته على الأوروبيين. صحيح، فآخر حلقات تلك السياسة كانت بإدانة القضاء الألماني لجاسوس يعمل لصالح المخابرات التركية، ما زاد من حدة التوتر في العلاقات التركية الأوروبية. هل تجسد أنقرة نموذجا يمكن للأوروبيين التعايش معه والوثوق به؟
تحركات الرئيس التركي رجب أردوغان وأفعاله ترسل دوما إشارات وإجابات سلبية حول هذا السؤال. فخلال عامين فقط تحول أردوغان من التودد لأوروبا لنيل مقعد في اتحادها إلى التهديد بعزل القارة بأكملها أو إغراقها باللاجئين، ما لم يتم اعتماد عضوية بلاده التي تقدمت بها عام 1987. الرئيس التركي حاول لمرات إيهام الاتحاد الأوروبي بأنه يطبق إصلاحات تتوافق مع المعايير ولوائح الاتحاد، لكن سرعان ما تكشفت حقيقة نواياه الرافضة للديمقراطية والإصلاح حين أقدم على تعديلات دستورية منحته صلاحيات تفوق صلاحيات الحكومة والبرلمان، لتتحول معها تركيا البرلمانية إلى دولة يحركها الساكن في القصر الرئاسي. تعديلات قد تبقيه في الحكم إلى عام 2029. لم تكن تلك التعديلات هي مبعث الخوف الأوروبي الوحيد، إذ سبقتها موجة اعتقالات طالت ما يقرب من 50,000 شخص قيد المحاكمة الآن على ذمة اتهام بالتورط فيما تسميه السلطات التركية انقلابا، وتزعم أنه استهدف الإطاحة بأردوغان. ويضاف على ذلك الرقم 150,000 تم طردهم من وظائفهم لذات السبب. مراوغات أردوغان التي فشلت في إقناع أوروبا بالتودد أو التهديد بورقة اللاجئين لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأ محاولة أخرى، ولكن هذه المرة عن طريق التجسس، لتتكشف مؤامراته بعد إدانة القضاء الألماني لتركيا يتجسس لصالح المخابرات التركية، ليضيف إلى رصيد أردوغان السلبي في التعامل مع أوروبا نقطة جديدة تزيد الهوة بين الطرفين، متوددا تارة ومبتزا تارة أخرى وأخيرا متجسسا. هكذا لخص أردوغان مسيرته في التعامل مع الدول الأوروبية التي يقول دوما إنها ترفض عضوية بلاده بسبب خلفية تركيا الدينية، بينما تتوجس القارة الأوروبية من أوهام الزعامة التي تراود ذاك الساعي نحو السيطرة. شككت روسيا في مستقبل التحقيق الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بغاز سام في سوريا، وقالت إنها ستتخذ قرار بشأن ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض الخاص به بعد أن يقدم المحققون تقريرهم القادم لمجلس الأمن الدولي. وقال ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إن هناك مشكلات خطيرة في عمل لجنة التحقيق. أمهلت القوات العراقية مقاتلي البشمارجة الكردية حتى مساء اليوم للانسحاب إلى مواقعهم قبل عام 2014 في محافظة كركوك. وقال مسؤول كردي رفيع إن القوات العراقية طلبت تسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية. وفرضت القوات الكردية سيطرتها على مواقع في كركوك بعد الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو داعش جنوب وغرب العراق قبل 3 أعوام، كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة. اعتبر برلمان إقليم كردستان العراق القرارات التي صدرت عن البرلمان العراقي جراء استفتاء الإقليم بمثابة عقوبة جماعية ضد الأكراد، مطالبا بتنفيذ نتائج الاستفتاء. وذكر البرلمان في بيان له أن إغلاق المنافذ الحدودية ليس من صلاحية الحكومة الاتحادية، مرحبا بأي خطوة تؤدي لتعزيز الحوار بين بغداد وأربيل. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث كثفت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات 24 الماضية من غاراتها على أهداف ومواقع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظات عدة. أفادت مصادر يمنية أن الطيران شن أكثر من 35 غارة جوية على أهداف متفرقة للانقلابيين في مديريتي حرد وميدي بمحافظة حجة، في حين شن 3 غارات على منطقة الملاحيذ بمديرية الظاهر، وعدة غارات على منطقة الفرع بمديرية اكتاف بمحافظة صعدة. هذا وأفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الغارات التي استهدفت مواقع وتعزيزات بمنطقة الهاملي غربية تعز. حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر من أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في العاصمة المؤقتة عدن، وطلب بن داغر خلال كلمة أثناء عرض عسكري في عدن بالاتحاد في مواجهة قوات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ودعا بن داغر إلى التخلي عن العنف والتفكير في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، معتبرا ذلك مخالفا للمواثيق الدولية.
أفادت تقارير كورية جنوبية باستعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي قبيل مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة مرتقبة. وأشارت التقارير إلى التقاط صور بالأقمار الصناعية تظهر صواريخ باليستية مركزة على منصات إطلاق يتم إخراجها من مركز عسكري قرب العاصمة الكورية الشمالية. كانت بيونغ يانغ قد حذرت من أي مناورات مشتركة في المنطقة، ومن المتوقع أن تشارك حاملة طائرات أمريكية في المناورات المرتقبة في استعراض عرض جديد للقوة في وجه كوريا الشمالية. قال شهود عيان إن 4 أشخاص قتلوا إثر سقوط طائرة شحن قبالة سواحل كوتيفوار بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أبيدجان، وتحطمت الطائرة خلال عاصفة قوية تخللها سقوط أمطار كثيفة وبرق. استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع في أكبر 3 مدن في البلاد لتفريق متظاهرين من المعارضة الذين يطالبون بإجراء إصلاحات انتخابية. كانت السلطات الكينية حظرت إجراء المظاهرات في أحياء تجارية في العاصمة نيروبي ومدينتي مومباسا الساحلية وكيسومو في غربي البلاد، وذلك وسط تصاعد التوتر السياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية. كانت المحكمة العليا في كينيا قررت إعادة الانتخابات الرئاسية بعد إلغاء فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي بسبب ما قيل إنه مخالفات إجرائية في العملية الانتخابية. أكدت الحكومة الصومالية سيطرة متطرف حركة الشباب الإرهابية على بلدة بارير القريبة من العاصمة مقديشيو، وذلك بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة، فيما أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة ملغومة في مقديشيو إلى 20 قتيلا وأكثر من 15 مصابا. وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع بينما كان عدد من أفراد الأمن يقفون بالقرب من شاحنة أثارت شكوكهم، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح كاليفورنيا إلى 33 قتيل، فيما يثير اشتداد الرياح قلق رجال الإطفاء. واستخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولاية الأمريكية. بدور قال كين بيملوت مسؤول دائرة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 9000 من رجال الإطفاء كانوا يكافحون لإخماد 17 حريقا كبيرا معظمها شمالي كاليفورنيا. هذه النشرة لا تزال مستمرة، انتظرونا بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة مرة ثانية. وفي الأخبار المحلية، التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش زيارته الحالية إلى روسيا. جاء هذا اللقاء على هامش ترأس عبد العال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة خلال لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في تطور مستمر. كلمة رئيس البنك الدولي جيم كيم أشاد بالبرنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي اللي بتقوم به مصر طموح، نتائجه بدأت تظهر في كل المؤشرات سواء على مستوى البيانات المصرية أو حتى التقييم الدولي أكتر من ممتاز. بنبص نلاقي نمو اقتصادي وصل 4.2%، نسبة البطالة قلت الحمد لله، الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المصرية زادت بنسبة كبيرة تقريبا 18%، عدد الشركات اللي بتخش السوق بس يعني اخر 3 شهور اللي هو الربع الاول من السنه الماليه 3600 شركه، وده عدد كبير جدا بالمقارنه بالسنه اللي قبلها.
بحث وزير المالية عمرو الجرحي مع نظيره الفرنسي برونو لومير سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وأشاد الجرحي خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات صندوق النقد في واشنطن بدور فرنسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تقديمها قرض لسد عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى عزم مصر طرح سندات دولارية مقومة باليورو خلال الربع الأول من عام 2018. ومن جهته أكد وزير المالية الفرنسي حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على تعميق العلاقات مع مصر في جميع المجالات. قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الصحافة المصرية لها دور مهم في فترات تاريخية وحملت قضايا الدولة على أكتافها في الوقت الذي لم تجد من يمولها، لافتا إلى أن إصلاح الصحافة سيكون الباب لإصلاح الإعلام بالكامل. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة برؤساء الصحف القومية لدعم وتثبيت أركان الدولة والمنعقد بمؤسسة دار الهلال. تثبيت الصحافة المصرية ده عامل مهم جدا لتثبيت أركان الدولة المصرية، ده قول يعني لا يقبل الشك والنزاع. الصحافة المصرية الصحافة القومية كان لها دور مهم جدا في فترات تاريخية مهمة وفترات تاريخية مؤثرة، وكانت شايلة قضايا الدولة على كتفها وكانت بتدافع عنها. الصحافة القومية ما ظهرش منها أي حد يعني ماسك معول هدم بيضرب بيه أركان الدولة المصرية. الصحافة المصرية الصحافة القومية محدش بيمولها، الصحفيين اللي فيها وطنيين متدربين على مستوى عالي من الكفاءة، لكن الظروف في الفترة الأخيرة أضعفت هذا الدور. دورنا احنا جميعا أننا إيه؟ نسترد المساحات اللي فقدناها، ترجع الصحافة القومية لها هامة وقامة في المجتمع وتحوز على الاحترام. وإذا أصلحنا صحافتنا فده الباب المأمون والباب المضمون لإصلاح الإعلام كله. بدوره قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن أخطر المحاور في قضية تثبيت أركان الدولة المصرية هي الطفل المصري لأنه المستقبل. إذا كنا بنتكلم على تثبيت أركان الدولة المصرية ففعلا لازم البداية تكون من فكرة الطفل المصري ورعاية الطفل المصري. في مجالنا احنا عندنا المجلات الأطفال وعندنا منتشرة، يعني عندنا دار الهلال لها إسهام كبير، الأهرام لها إسهام كبير، الأخبار لها إسهام كبير في هذا المجال، وممكن يبقى فيه إسهامات أخرى كثيرة، لكن فعلا ده كله مرتبط بالمناخ العام للصحافة القومية المصرية اللي احنا بنعول إن شاء الله خلال الفترة المقبلة أن نتجاوز هذه الأزمة وننطلق. لكن على الجانب الآخر لازم تكون الحكومة معانا بدعمها مش المادي بس، بالدعم المعنوي اللي احنا بنتكلم عليه، فكرة ان النهاردة لازم البداية من المدارس، البداية من الحضانة، ازاي ان المكتبات ترجع تاني، ازاي ان الأنشطة ترجع تاني. نظمت مؤسسة الشباب بتحب مصر معسكرا بيئي بمحمية وادي الجمال رفعت من خلاله 4 أطنان ونصف من المخلفات. كما نظمت المؤسسة زيارات لمدرسة حماطة للتعليم الأساسي بوادي الجمال حيث قامت بجمع الأطفال المتميزين في فن الرسم، وقام كل منهم برسم لوحة فنية عن طبيعة المحيطة. قال رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر أحمد فتحي إن المؤسسة تحاول أن تساهم مع الدولة المصرية بكل الطرق الممكنة في الحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة بالمحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بكل منطقة على حدة. والآن مشاهدينا الكرام نذهب مع زميلة نيرفانا العبد لتطلعنا على أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا. إلى هنا. مشاهدينا في نشرة جوية جديدة اليوم الأحد،
طقس معتدل وتسود غيوم جزئية على مناطق متفارقة شمالا وحتى شمال الصعيد. مائل الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفارقة في شمال البلاد. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس بمحافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 29 والصغرى 19 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وصافية ليلا. أما الإسكندرية تسجل الكبرى 27 والصغرى 20 والأجواء غائمة طوال النهار وصافية ليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 24 والصغرى 23 والجو صافي نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 29 والصغرى 17 والأجواء صافية طوال اليوم. وفي المنيا تسجل الكبرى 29 والصغرى 17 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 29 والصغرى 22 والأجواء صافية طوال اليوم. وفي أسوان تسجل الكبرى 34 والصغرى 19 حيث الأجواء صافية طوال اليوم. وفي الأقصر تسجل الكبرى 32 والصغرى 18 والأجواء صافية طوال الوقت. وفي شلاتين تسجل الكبرى 32 والصغرى 21. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة الليلة، ونستعرض معا مشاهدينا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 18 وتسود الغيوم والأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة في البلاد. وفي دمشق تسجل الكبرى 26 والصغرى 11 حيث القليل من السحب في معظم الأوقات نهارا. وفي الرياض تسجل الكبرى 38 والصغرى 22 ويسود الطقس حار طوال النهار لتنخفض درجات الحرارة ليلا. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 34 والصغرى 27 لتستمر الأجواء الحارة نهارا واللطيفة ليلا. وفي الجزائر تسجل الكبرى 27 والصغرى 16 والأجواء صافية نسبيا طوال اليوم. وفي القدس تسجل الكبرى 22 والصغرى 13 والجو غائم جزئيا طوال اليوم. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا الجوية، وإلى اللقاء. وبأحوال الطقس نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبار، ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. خلال اجتماعه بعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الهندسية، السيسي يستعرض آخر تطورات العمل في العاصمة الإدارية ويوجه بربط المدن الجديدة بشبكة الطرق القومية. تعقيبا على الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مصر تؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتدعو لاحترام مبادئ حسن الجوار. في كلمته خلال المؤتمر الأمني العام الأول، المشير خليفة حفتر يؤكد أن القوات المسلحة الليبية بدأت معركة جديدة قائمة على تأمين المواطن والدولة ومؤسساتها. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة. أعود وألقاكم بعد قليل.